قلناها تاني نشكر الحماية المدنية تاع المالح، نشكرهم زعما جزيل الشكر على الوقفة تاعهم وعلى التحسيس تاعهم معايا. أما اللي لاحظنا بلي سيدتي أدنى شروط الوقاية ما كاش، هي تنعدم صح، هما زعما تصنتون. وكنت اقترحت عليهم بلي هذا اللي راه يجي من خارج الولايه يبلغ يكون داير كمامه داير قفازات، وما تروحولهش كاع نتوما 10 زعما ولا 20، يتعاملوا مع اثنين زعما ومن بعد يدوا الاجراءات الوقائيه. لكن هما ما كانوش ملتزمين، هما قالوا لي بلي رانا نديرو كي من هكا اذا بالضبط كان متواجد جا من بعد من التالي، باسكو صراحه هادي تما. اما اللي كيدخل مول السيمي هاول هضر معاهم عادي زعما تصافحوا بيناتهم وقعدوا سلموه للسلع. ما كيما نقولوا هذه نقطه تحسيس في جميع الحقول تاع الولايه، طريق تارقه ولا ولاد بوجمعه، المهم الاماكن اللي خارج اللي ما وصلوهاش هذه هي باش ان شاء الله زعما نفيدوهم. اون بليس فرحت قالوا لي عندنا التلفاز الفيلم زعما هذا الشيء راه كل شيء متواجد، بقات لنا حاجه تاع الوعي، رانا حنا نديروا مجهودنا ننشروا الوعي، نقول لكم الاساليب الوقائيه شاولا يليق لكم تتقيدوا. جيد، هذا فيما يتعلق بالجانب التحسيسي. فيما يتعلق بالجانب تاع الضامون تاع توزيع القفل، هذه ثاني كانت دائما من الاهداف تاع الجمعيه، ماشي حاجه جديده عليا. كما نقول انا ميم كون نجي نقول توزيع القفل راه بادي عندي من الموطا سيبا. نعم هذه هي، خصك باش نديرو الخير ولا باش زعما توزعي الضامن، مي عملية التضامن ها على مدار سنة على العام. نعم هادي هي ألوغ سو كيفي، أنا عندي عائلة نتعامل معاهم على مدار سنة، كيما نقولو الله يعافينا ويعافيكم. هاد العائلة أرامي أون بليس كيما نقولو عندهم أمراض مزمنة، غير ربي سبحانه داري بحالهم، ما عندهمش دخل نهائي، أون بليس يخدعو لنا السنة. نعم هادي سوا بغا من المحسنين ولا من عندي، الحمد لله واقفة معاهم، هذا أقل شي نديرو. وفي هذه الهبه التضامنيه وهذه المرحله اللي تعيشها البلاد، الازمه اللي ان شاء الله نتمنى ربي يفوتها علينا كما نقولوا في رمشه من العين وباقل خسائر ان شاء الله، غادي تتوزع على ثلاث مراحل في شهر رمضان. وكيفيه توزيع هذه الخفاف غادي نتصل بائمه تاع المالح تاع مساجد، غادي نشوف ثلاثه تاع الائمه هما باسكو عندهم كما نقولوا ارامل راهم يعرفوا اكثر بزاف باسكو راهم متواصلين ثاني معاهم لكن على مدار السنه. نعم نتوما كجمعيه ما حاولتوش تبحثوا على الناس اللي كتنشط الرهن؟ ايه هذه هي اضافه لهذا الشيء، انني قلتها وما قلتها لمدير النشاط الاجتماعي، قلت لها كاين بعض الاشخاص كنا نشوفهم على العام، قلتها رئيس البلديه تاع المالح ثاني، قلت لها باغا في حمله التعقيم كما بداتش كاع في المالح، ما بداتش، وصلت للمرحله اللي شريت انا اله التعقيم. لا لا ما فهمتيناش السؤال تاعي. بالنسبه للمدخول ما عندها النظر للظرف الصحي الراهن توقف النشاط نتاعها، يعني ما راهيش عندها مدخول حاليا. هل هاد الناس يعني حسيتوهم حاولتوا انكم تبحثوا عليهم شكون هما هاد الناس اللي كانوا يعني قايمين بانفسهم بعد الله غالب كل شيء توقف؟ لا اكيد هادو كما نقولوا ناس راهم، وكاين اللي كما قلت ارامل اضافه الى مطلقات، وكاين ثاني كيما قلتي هادو صحاب الحيره في كلشي اللي كيما نقولوا هادو ثاني مساكين الداخل تاعهم زعما توقف ما بين فلان حبس فلان دي، يعطوني بعض الاسماء انا نحاول زعما باش ندير ما نقولوا الاسبقيه لهادو اللي راني دايرتهم هادو تاع الامراض المزمنه واللي ما عندهمش دخل، من بعد راني دايره هادو الزوجين اللي صاوبهم هاد المشاكل. هاد العائلات على مستوى عده بلديات ولا فقط ببلديه المالح؟ جوستومون انا ان شاء الله كيما القوفه هادي تاع رمضان وهاد العائلات راني باغا ندير شويه مناطق نائيه. نعم. باغا نبداها ان شاء الله بالقريه تاع المالح مساعدة بن باديس، وباغا ثاني ندير ان شاء الله نروح نتصل بناس ثاني في ولاد جباره، باسكو على حسب معلوماتي قالوا لي كاين ناس متضررين وكاين ناس اللي ما وصلتهمش اعانات. هذا هو زعما المشكل، الحمد لله الدوله راه موفره قفه، وهذا المنبر كنت تضغطت مع الحاشمي هذه النقطه اني قلت لها عليها. جوستومون جاوني سيدتي ناس ما فاهمينش هذه القفه تاع الشتاء، واحد خدام ويخلص 3 مليون يخلصوا 2 مليون 500، المهم عندهم دخل، قال لي رانا شفنا الاحصاء في الاحياء باغي نعرفوا هذا الاحصاء للشتاء، اسكو هذه بويسكو قلتوا قفه تاع الوباء كورونا كاع راه الوباء علينا، ما راهش على اللي حبس العمل تاعه، تقعد نصحح في المعلومه. واسكو هذه القفه راه مخصصتها الدوله، راه جايه كما نقولوا من المينيستير جايين سيميات تاع القفف وغادي يتوزعوا ولا فهمونا زعما هذه القفه تاع الشتاء. اي الوغ انا قعدت نفهم فيهم، اي هذه هي، هذه قفه تضامنيه راه مشارك فيها الجميع، ومام الدوله راه في مرحله اللي راه تطلب الجميع باش يشارك. كما كنت سبق وقلتها دول عظمى وما قادتش، حنا كما نقولوا الحمد لله، حنا علاش لهاد الدوله ربي موقفها على كما نقولوا على رجليها دائما، بالتضامن تاع الشعب تاعها، بالايمان، بالاخوه، بالمحبه اللي ربي عاطيها لنا، بالك ما كايناش في بلايص واحد اخرين. هي فهمتهم قلت لها هاد القفه مخصصه اللي كان يخدم
عندها محل حبس اللي تفرض عليه الحاجه باش ما يخرج باش ما يمارسش النشاط تاعها، ما عنده حتى دخل، ما عندهاش دخل. انت كومام عندك هذه 2 مليون ولا 2 مليون 500، على بالي دخل قليل، بصح انت راك خير ألوفات المرة على اللي ما عندهاش حتى دخل. هذه نتمنى تاني من الشعب كما نقولوا من المواطنين تاعو حنا يفهموا هذه النقطة هاي، اللي عنده شوية دخل ولا كنقولوا متوسط ما يجيش